مبارك. حد عايز صورة السيزون هنا؟ ان ده اجرام وارهاب وناس لا تعرف ربنا ولا عندها دين ولا ضمير عشان ناس تصلي الفجر وتطلع تموت في الناس تبقى الناس ظلمه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الناس ما عندهمش لا دين ولا ملة ولا أي حاجة عشان خاطر يعملوا اللي بيعملوه ده. ليه عايزين إيه الناس دي؟ أنا مش عارف. يعني حتى حرام في عرف الدين. كلنا هننزل ونحتفل ونقول للسيسي رشح نفسك، رشح نفسك يا سيسي عشان هم كلاب وهم أنت اللي هتقدر عليهم بعد ربنا سبحانه وتعالى.